إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأسأله سبحانه وتعالى ألا يميتنا إلا على الإسلام، أن يحيينا ويميتنا على ملة الإسلام يا رب. اللهم يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا لطاعتك. عباد الله، ينتشر كثيرا في وسائل الإعلام الغربي بل في وسائل الإعلام العربي مصطلح خطير، مصطلح لا نعرف معناه ولا نعرف ما الآثار التي تترتب على هذا المصطلح، مصطلح الإسلام فوبيا. معنى الإسلام فوبيا هي الكراهية والفزع والخوف والبغض للإسلام، فادعوا أن الإسلام هو جاء بالدماء، والإسلام جاء بالقتل، والإسلام جاء بالدماء، والإسلام يحث على القتل وقطع الرؤوس، ويحث على الدماء، ويحث على سلب الحقوق. فجاءوا بمصطلح سموه الإسلام فوبيا، وتلقفه أبناء المسلمين هذا المصطلح، وأصبحوا يرددون هذا المصطلح. علماء النفس يقولون إن التركيز على الصفة السلبية يهيج الصفة أو يهيج الطاقة السلبية أو الإيجابية في السلب. ما معنى ذلك؟ معناه أني لو أجلستك أمامي وأصبحت أقول لك أن فلانا مغرورا، أن فلانا متكبرا، أن فلانا كذا وكذا، وأن فلانا ظالما، وأنت قريب من هذا الرجل وتعرفه معرفة تامة، لكن كثرة الإلحاح وكثرة الكلام فإنه سيؤثر فيك هذا الإلحاح وهذا الكلام من قريب أو بعيد. الغرب أنفق مليارات الدولارات فأنشأوا مراكز وجمعيات، وقد فرغوا أناساً من أجل أن يدرسوا دينكم وأن يطعنوا به، فأنفقوا هذه الأموال العظيمة وهذه الأموال الكثيرة حتى يركزون على الصفة السلبية فيهيجون الطاقة السلبية أو الإيجابية في السلب، فيؤثر ذلك في العالم بل ويؤثر حتى في أبناء المسلمين. الغرب جاء بهذا المصطلح حتى يقول للعالم أن هذا هو فزاعة العالم بما يسمى بالإسلام، فإذا وقع خطأ
من بعض من ينتسب للإسلام قالوا شاهدوا هذا هو الإسلام، وألصقوه في المسلمين وقالوا انظروا هذا هو الإسلام وهذا ما يدعو له. فوالله والله ما يجدون أماناً للعالم كالإسلام أماناً لله رب العالمين. الإسلام دين رحمة، الإسلام دين عدل، الإسلام دين إنصاف. انظر معي، عندما وقع خطأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينتسب إلى الإسلام، أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك آيات تتلى إلى قيام يوم الساعة. عندما جاء بعض المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المنافق ينتسب إلى الإسلام، فسرق درعا من بعض المسلمين، ثم عندما كشف الأمر جعل ووضع ذلك الدرع في بيت يهودي فقال إني بريء، وأن الذي سرق ذاك اليهودي. فعندما أراد أن يميل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله أنزل الله سبحانه وتعالى من أجل أن يبرئ ذلك اليهودي. نحن المسلمون إذا وقع من بعض ممن ينتسب إلى الإسلام خطأ، العدل والإنصاف يقول لك لا بد أن تبين هذا الخطأ، ولا بد أن تبين ذاك العيب، ولا بد أن تعلم للناس الحق وأن ترشدهم إلى الصواب. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيبا، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فكذلك حال الإسلام، اكتسبوا خطيئة وإثما ثم أداروا هذه الخطيئة وهذا الإثم على المسلمين فألسقوه في الإسلام فقالوا هذا هو الإسلام. فالذين تأثروا في مقولات الغرب هم على صنفان، صنف أوتي من قبل جهله فلم يعلم ما هو الإسلام ولم يعلم ما هي محاسن ذلك الإسلام، فهذا الواجب علينا أن نبين له ما معنى الإسلام وما هي محاسن الإسلام. الإسلام كما عرفها علماء الإسلام فقالوا أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد، هذا معناه الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين، جاءوا بالتوحيد. انظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى ماذا يقول، كل نبي جاء بالتوحيد إلى قومه. يقول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بل جاء كل نبي فقال لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اقرأ كتابك، اقرأ قرآنك لتعلم ما هي دعوة الأنبياء وما هي دعوة المرسلين وما هي دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، من أجل أن تعرف ما هو الإسلام. الإسلام أول ما يدعوك إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فتوحد الله سبحانه وتعالى وتقيم شرعه، فهذا هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، فنحن وإياكم كما مر معنا من جمع سابقة
ونحن نذكر ما هو الإسلام وما هي محاسنه، وذكرنا طرفا من ذلك، فكما مر معنا أن الصنف الأول أوتي من قبل جهله فتلقف مقولة قال بها الغرب، وعندما جاء الغرب بأناس ويعرفون ما هي عقائدهم وما هي أفكارهم فجعلوهم في بقعة من بقع الأرض، ثم قالوا للعالم: انظروا هذا هو الإسلام وهذا ما يدعو له الإسلام، وهم يعرفونه تمام المعرفة أن هذا الذي يدعون إليه هؤلاء الفلة ممن يتسم إلى الإسلام أن هذا ليس هو الإسلام الذي يدعو إليه، وليس هذا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا ببضعة من آلاف ممن يتشب إلى المسلمين، فألسقوا تهمة بأكثر من 1.5 مليار من المسلمين. أين العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن نتبعه؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعدل ولو كان ذلك قد وقع من بعض المسلمين. وأيضا الصنف الثاني ممن يبغض هذا الدين ويردد هذا المصطلح ويردد هذا المفهوم وهو يقصده، هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والله لن يرضوا عنك حتى تنسلخ من دينك، مهما قدمت ومهما فعلت ومهما قدمت من تنازلات، والله لن يرضوا عنك حتى تخرج من دينك وتنسلخ من دينك تصديقا لما يقوله الله تبارك وتعالى. فتقول أنت عندما تذهب إلى بعض دول الغرب فتقول: والله شاهدت إسلام غير مسلمين، شاهدت الاحترام والصدق واحترام للمواعيد، وشاهدت العدل. يا أيها المسلم، هؤلاء القوم عندما شاهدوا بعد آلاف السنين أن نظامهم لا يقوم إلا بالصدق والاحترام والعدل فعلوا ذلك حتى يقيموا هذا النظام. أما نحن فنؤمن به إيماناً من رب العالمين، نؤمن بالصدق ونؤمن بالعدل ونؤمن بالرحمة ونؤمن بالاستسلام لله رب العالمين. لا تغتر بمقولات وبمصطلحات براقة لا تعرف معناها فترددها وتكلم بها وتكلم بها الناس، لعلك تقول: انظر هناك مساجد كثيرة وهناك مراكز للمسلمين وهناك جمعيات للمسلمين، وما وقع لبعض المسلمين هذا من نادر النادر. فأقول لك: اسمع ما يقول الله تبارك وتعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ما مناسبة الآية؟ هذا الدفع الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه يريد أن يبين لك أيها الإنسان أن لولا هذا الدفع ما جعلوا مسلما في بلادهم، لأن نظامهم يقول: إذا اختل هذا النظام بالتضييق على فئة دون فئة فإن هذا النظام سيختل وستعم الفوضى في بلادهم، لهذا هم يسمحون. ومع ذلك تخرج هذه البغضاء وهذه الكراهية التي في قلوبهم فتقع من بعضهم
فلا يلصق ذلك في دينهم، إنما يقولون هذا وقع من فرد، فهم لا يفعلون كما يفعلون بالمسلمين. عندما يقع الخطأ من بعض المسلمين فيلصقون هذه التهمة في الإسلام، فيقولون هذا ما يدعو له الإسلام، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل لا نقع ما وقع به، إنما نبين للناس العدل والرحمة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قتل ما قتل، ومن قتل ممن قتل، إلا أنهم قالوا ربنا الله، وهذه معادلة جاء بها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهم بين ثلاثة أمور: إما أن يسجنوك أو يقتلوك أو ينفوك، لأنك وحدت الله، قلت لا إله إلا الله. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وانظر ماذا قالوا، قالوا في موسى وأرادوا قتله عليه السلام، فقام رجل فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ويقول الله سبحانه وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذين ينقمون عليك، ينقمون عليك دينك وعقيدتك، فتمسك بها وعض عليها بالنواجذ، فإن هذا الذي يربحك في الدنيا ويربحك في الآخرة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على ملة الإسلام، وأن يميتنا ونحن مسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي ويا قيوم، اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وطهر قلوبنا وألسنتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي ويا قيوم، يا أحد ويا صمد، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أمير البلاد وحكام المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة.